وياما في ناس بتسأل بتقول طب ايش معنى ما فيش بركة في المرتب اللي احنا بناخده، الفلوس اللي بتدخل للبيت ليه ما فيش فيها بركة؟ ما منصدق توصل لفلوس البيت بلاقيها رأسا طارت. ما هو في بعض الأحيان في شيء بينفخ عليها، في شخص بينفخ على هذه الفلوس بطيرها، بيحرم الفلوس من البركة. ليه؟ لأنه عم ناخد حق الرب. خلينا نعطي الرب حقه.